أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم، المعبر الحدودي الرئيسي المؤدي إلى جنوب قطاع غزة، أمام شاحنات بعد إطلاق صواريخ باتجاه البوابة. وأكد جيش الاحتلال في بيان له أنه تم رصد حوالي 10 عمليات إطلاق قذائف أثناء العبور من المنطقة المحاذية لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم. Thank you.